نجوى العبيطه يا جدعان لو سمحتوا محدش يضايقها بالكلام زي ما اتفقنا. يضايق مين يا عبد الله؟ انا قلت لها 100 مره ما تجيش الجامعه باللبس اللي هي لابساه ده، وبعدين انت مش شايف هي لابسه ايدي شبه العبط قوي. السلام عليكم يا شباب، عاملين ايه؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عبد الله، عامل ايه؟ ايوه يا عبد الله، الحب مولع في الدوره. ما تهدى بقى يا محمد، اتفقنا على ايه؟ هو في ايه يا عبد الله؟ هو انتوا مش عايزين نقف معاكم؟ اه يا اختي مش عايزينك تقفي معانا، ويا ريت بقى لو عندك ذره كرامه ما تقفيش معانا. انا قلت لك 100 مره لو عايزه تيجي وتقفي وتتكلمي معانا تلبسي لبس غير اللبس بتاعك المقرف ده. شايفه مالك يا حبيبتي لابسه ازاي؟ على فكره بقى يا جماعه، دي طريقه لبسي وانا فخوره بيها. مش انت يا عبد الله قلت لي ان انا اجمل بنت بتلبس كده في الجامعه؟ يا نجوى انت فهمتيني غلط، انا كان قصدي على حاجه وانت بتعملي حاجه تانية. بقول لك يا نجوى، انت تيجي في الجامعه بلبس غير اللبس ده؟ يلا بقى يا حبيبتي وقتك خلص، اتفضلي اتكلي على الله روحي غيري وتعالي. يوه مش اتفقنا ان محدش يضايقها بالكلام؟ بعد اذنك يا محمد، بعد اذنك يا مليك، تعالي يا نجوى عايزك في كلمتين. يا ابني ما تقفش معاها، هتخلي شكلك وحش قدام الناس. يوه يا نجوى، انا مش قلت لك 100 مره ما تجيش باللبس ده الجامعه؟ قلت لك البسي لبس كويس. في ايه يا نجوى؟ انت لازم تضايقيني قدام الناس ويعايروني بيكي كده كل شويه؟ يا عبد الله ما انت قلت لي ان لبسي حلو، وبعدين ان انا حاسه ان انا مبسوطه باللبس ده، ففيها ايه يعني؟ بقول لك ايه، ما تيجي نروح نشتري لبس وانا ليك عليا هفرجك على اللبس اللي انا عايزك ايه تلبسيه. لا يا عبد الله بصراحه كده انا هحس ان اللبس اللي انا هلبسه هيبقى وحش وهيقعدوا يتريقوا عليا في الجامعه. طب جربي مش هتخسري، بدل ما كل شويه يقعدوا يتريقوا عليا بسبب كده. بقول لك ايه، لما بتخلي انا من القصه دي ما بحبش حد يجيب سيرتك يا نجوى. خلاص يا عبد الله اللي تشوف. يلا خشي تعالي. بصي بقى اللبس ده، انا عايزك تخشي التويلت تغيري اللبس دوت وتفرجيني. بس ايه رايك؟ بس انا حاسه يا عبد الله ان مش هيبقى حلو. مش هيبقى حلو ايه؟ بس خش انا هستناك، هقف مع محمد ومليكه شويه قبل ما انت تغيري. عايز بصوا يتفاجئوا، عايز تعملي بو سيربرايز. ايه ده القمر؟ ايوه كده يا شيخ، زي القمر. الوش بقى بدر منور. انا حاسه ان في حاجه غريبه، الناس عماله تتفرج عليا. تتفرج عليكي ايه الكلام العبيط ده؟ انت مش كده مش كده اشيك واحلى؟ بقول لك ايه، احنا هنخش نفاجئهم دلوقتي. يلا بصي انا عايزك تبقى واثقه من نفسك كده. بصي انت يا بنت انت جامده قوي، يخرب بيتك تعالي. بس لما حاولت تلبس عملت ايه بنفسها؟ بقى شكلها اوحش بالاول. بقول لك ايه، البت دي خلاص مش هتقعد معانا، ولا تلبس عبايه ولا مش عبايه. البت دي لو قعدت معانا هتخلي شكلنا وحش في الدفعه. يا نهار اسود، انت عارف البتاع اللي بيقف قدام المحلات اللي بيبقى ده عامله كده؟ ده شكلها عامل زي المانيكير. شكلها بقى عامل زي بالظبط. ايه رايكم بقى في نجوى؟ بصوا غيرنا بقى ورحنا جبنا طقم من المول. في ايه يا محمد مالك؟ جبت الطقم منين؟ مش حاجه يا عم، افتكرت نكته كده. من المول. انهي مول؟ مول العرب. مول ده بيتباع هنا؟ ده مول التلات. بقول لك ايه يا نجوى، مهما لبستي يا نجوى انت برضو ما تقعديش معايا. انا ما اسمحلكوش ان انتوا تتكلموا مع نجوى بالطريقه دي. نجوى على فكره زي القمر في كل احوالها، سواء لابسه اللبس ده سواء لابسه اللبس اللي قبله، بس هي حلوت اكتر يا جماعه. يا ابني افهم، الستايل اللي هي لابساه دي لابسه كل لون، شكل طرحه سودا والبلوزه بيضاء والبنطلون ترنج بيتهم تقريبا. انت مركزك في الجامعه لا يسمح لك انك تسير في نفس الخطوات مع نجوى ولا ايه؟ لا 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 ما اسمحلكش يا محمد بالكلام ده. على فكره يا صاحبي احنا كده نجوى غيرت لبسها واحنا هنبقى شله جامده قوي في الجامعه. برضه مهما غيرت لبسها مش هتخش معانا الشله. يلا يا بت امشي يا بت بره. لا يا محمد برا. ما ينفعش يا محمد، ما ينفعش ان انت تقول لها كده يا محمد، ده هتبقى عبد الله عايز تقعد معانا تقعد من غير نجوى، مش هتقعد معانا يا عم، خدها وامشي. يلا يا بت اتكلي على الله. بس بقى يا عبد الله كفايه كده، هو انت عايز تهني اكتر من كده؟ قلت لك ان انا مش عايزه اغير لبسي، وقلت لك ان انا مش عايزه البس اللبس ده، هو في ايه؟ ان الوقت يا نجوى لا يسمح بالجلوس، اتفضلي بعد اذنك عشان احنا مش فاضيين. ايه اللي انت بتقوله ده يا عم انت؟ يا عم ما ينفعش على الله. يلا يا بنت امشي من هنا. شكرا يا استاذ محمد. العفو يا اختي. يلا انتوا بتتكلموا معاها كده ليه؟ انتوا مش فرصه ما تضيعهاش انها تمشي وتسيبك، دي فرصه. عبد الله انت بتقل من نفسك. يلا يا عم روح وراها. الاشكال دي اللي انت تعرفها يا عم. انتوا تصدقوا ان انتوا عيال مش تمام؟ يلا يا نجوى ايه ده يا نجوى؟ هو انت زعلتي؟ اه يا عبد الله زعلت، يعني عاجبك اللي هم بيعملوه ده؟ كل شويه يهونوني ويجرحوني بالكلام وانت قاعد تتفرج ليهم. يا بنتي ما هم بصراحه عندهم حق. ما انت بصراحه يا نجوى بصي انت ممكن اسمعي مني بس، هقول لك على حاجه، انت ممكن تلاقي الطرحه دي هيبقى شكلك حلو قوي. لا يا عبد الله انا مش هبقى شبههم. شبههم ايه يا عبد الله؟ انا مش عايزه ابقى شبههم، انا عايزه ابقى يعني اصاحب ناس تبقى شبهي انا. يا بنتي الناس دي احسن ناس في الكليه، ولازم عشان نصاحبهم نبقى شبههم. الاقي بس الحجاب واسمعي كلامي. لا يا عبد الله طب جربي مش هتندمي.
انت زي القمر يا نجوى، انت احلى واحده في الجامعه. هل انت شايف كده يا عبد الله؟ ايوه. امال ايه؟ بصي 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 انا بسمع كلامك يا عبد الله. الله، زي القمر زي القمر. تعالي بقى نروح نقعد معاهم، نقعد معاهم، بس شيلي بقى السد خبيها في اي حته. تعالي نروح نقعد مع محمد ومليكه، وانت هتشوفي كلامي عامل ازاي. مالك كده يا مالك كده يا نجوى؟ في ايه يا عبد الله؟ انا حاسه الناس بتتفرج عليا، انا حاسه ان انا شكلي غريب قوي. انت مشكلتك بس عشان انت لسه مغيره الستايل، بس ما اتعودتيش عليه. اول ما تتعودي عليه وتخش في المود هتلاقي نفسك ان الموضوع عادي. لا يا عبد الله، انا حاسه اني لابسه شخصيه غير شخصيتي، دي مش انا. ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ بص البنت نجوى قلعت الحجاب ازاي؟ مش عارفه ازاي اصلا غيرت مبدأها. ده البنت اتغيرت تماما. ده شوفي اللي كانت جايه الصبح ايه واللي جايه دلوقتي ايه. طب هي ايه اللي خلاها تتغير كده؟ بقول لك ايه، البنت دي اتغيرت عشان تبقى معانا. السلام عليكم يا شباب. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشكل حلو يا مليكه، بقيت البس لبس زيك وقلعت الحجاب وبقى شعري زيك. اقول لك على حاجه يا نجوى، بصراحه شكلك الاول كان احلى، لما قلعت الحجاب وغيرتي من طريقه لبسك وشكلك، شكلك بقى وحش قوي. هو انتوا هتجننوني يا جماعه؟ طب انا غيرت من نفسي عشان اقعد معاكم، انا غيرت من ستايلي ومن لبسي عشان ابقى شبهكم. انتوا ليه رافضيني؟ انتوا ليه مش عايزين اقعد معاكم؟ طب انا هعمل لكم ايه طيب عشان ارضيكم؟ بص يا نجوى، انت اتعاملت معانا كتير، انا وعبد الله ومليكه، وعارفه ان احنا اللي كنا بنعمله الصبح ده مش اسلوبنا، وعارفه ان كل اللي احنا كنا بنعمله ده كان مجرد تحدي اتحديته لعبد الله، ان انت هتمسكي بمبادئك. قال لي انا هتحدى نجوى، هتحداك ان نجوى ممكن تتخلى عن مبادئها. طلع عبد الله نجوى عمرها ما تعمل حاجه زي كده، وان نجوى متربيه، وان نجوى عارفه يعني ايه مبادئ، وان نجوى حتى لو بتعمل حاجه غلط وهي مقتنعه بيها لازم تغيرها من نفسها، مش انت اللي تجبرها عليها. اتاري كلامه كان صح. لما احنا اقنعناك ان انت تغيري من نفسك مشيتي ورانا، حبيتي ترضينا على حساب نفسك. انا اتغيرت يا جماعه عشانكم، انا اتغيرت عشان ابقى وسطيكم، انا ضحيت بمبادئي عشانكم. تعرفي ان انا بجد حزين على ان انت اتغيرتي يا نجوى. انا محمد قال لي لو نجوى ما غيرتش مبادئها يا عبد الله، قلت له انا هتحداك يا محمد، لو ما غيرتش مبادئها انا هكتب عليها بكره الصبح. قال لي يا راجل، قلت له هكتب عليها الكتاب بكره الصبح. اول ما انت غيرت مبادئك ولقيتك ان انت بتعملي الحاجه وانت مش مقتنع بها من جوه، فانا قررت بصراحه ان انا ما اعرفكش تاني ولا عايز اشوفك تاني. يا نجوى انا طول عمري صاحبتك، عمري اتعاملت معاكي بطريقه وحشه، عمري كلمتك بطريقه وحشه، ما فكرتيش للحظه واحده انا ليه بعاملك بالطريقه دي؟ انت عارفه انت لو فكرتي لحظه واحده هتعرفي ان احنا كان في تحدي، وان انا ما بتعاملش كده من مزاجي، وان في حاجه احنا بنرسمها. انت غيرتي مبادئك وتربيتك وطريقه لبسك، كل ده عشان تبقي في وسطينا، كل ده عشان للاسف ان تغير مبادئها عشان شله او عشان صحاب او عشان حد هي بتحبه تبقى غلطانه، ويبقى ده اكبر غلط. يوم ما تتغيري تتغيري عشان اللي خلقك مش عشاننا. على فكرة يا نجوى، أنا اتصدمت والله العظيم من اللي أنت عملتيه، وعلى فكرة أنا عارف إن أنت غصب عنك، وعارف إن الموضوع مش بإيدك، لأن إحنا كأصحاب بنأثر على بعض. بص يا نجوى، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، يعني ما ينفعش إن أنت تشوفي ناس وحشة وتبقى عايزة تصاحبيهم، هتبقى وحشة زيهم، الناس الصالحين بتبقى صالحة زيهم، المفروض إن أنت تعملي كده، مش أي حد يقول لك أي حاجة تعمليها. الصحاب بيأثروا على بعض لأبعد درجة تتخيليها. يا ويلتاه ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. ما قالش مثلا ان انا عملت حاجه وحشه، لا ده انا لما صاحبت فلان هو خلاني عملت الحاجه الوحشه لان اتاثرت بيه. وبعدين انت فكرتيني بالآية اللي بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. تخيل ان الشيطان يفضل يوسوس للبني ادم عشان يتغير ويبقى وحش، ولما يبقى وحش ويكفر يقول له مش انا اللي عملت معاك كده، انا بريء من اللي انت بتعمله، انا بخاف من ربنا. كذلك لما تيجي تقولي لي يا محمد او يا مليكه او يا عبد الله ده انا اتغيرت عشانكم، هنقول لك احنا مالنا، انت اللي بتشيلي ذنبك وانت اللي بتشيلي نفسك وانت اللي غيرت مبادئك، فتتحملي اي حاجه تحصل لك. اديكي لما غيرت مبادئك عبد الله نفعك، احنا نفعناكي يا ستي، حتى لو احنا كنا بنتكلم بجد ومش تحدي. كسبتي ايه من قعدتك وسطينا؟ كان نفسي تكملي وتثبتي على مبادئك. صدقني نجوى محترمة وكويسة يا باشا، ما ينفعش اسمع الكلام مني ده. بص يا محمد، والله العظيم لو مش بتحبك مش هتعمل كده، بس الحب بتاعها حب اعمى، حب جه على نفسها وجه على مبادئها. اللي بيحب يا عبد الله لازم يراعي الحب ده يكون رايح لفين، مش الحب ياخدك في اي طريق ويوديكي في داهية. اللي بيحبك بجد يا نجوى هيغيرك للاحسن مش للأسوأ. المفروض اول ما اقول لك اقلعي الحجاب تقولي لي انا عايز اعرفك تاني، ولا انت خطيبي ولا اعرفك ولا عايز اكمل معاك. الواحد المفروض ان هي تتجوز واحد بتبص على دينه واخلاقه ومعاملته عامله ازاي. انت شفتيني بامرك بالمنكر وبنهكي عن المعروف، تسيبيني مش تكملي معايا؟ انا اخاف
على نفسي منك ان انا اكمل معاك. عبد الله انا والله بحبك، انت عارف ان انا بحبك وانت عارف ده كويس، بس لما لقيتكم بتتكلموا عن مليكة وان هي حلوه وان انا مش حلوه بصراحه كنت عايزه ابقى شبهها. بالعكس يا نجوى، اوعي تغيري مبادئك عشان حد، خليكي دايما بتعملي اللي يرضي ربنا. انا عارفه ان انا غلطانه واكيد ربنا هيهديني، وانت ادعيلي كمان ان انا ربنا يهديني وابقى زيك، بس ما تقلدينيش، ما تشيلنيش انا كمان ذنبك. على فكره يا نجوى، مفيش حد في الدنيا دي كلها بني ادم واحد ما عندوش عيوب وما عندوش اخطاء، بس ما ينفعش ان احنا نقعد نقول ما الناس ما عندهاش اخطاء فنخطئ احنا كمان، الناس بتغلط فنغلط احنا كمان. لا، احنا بنحاول بقدر الامكان نبقى احسن من كل مره كنا فيها. وامر الانسان يا محمد ما كان بالشكل، امر الانسان ما كان بشكله ومظهره الخارجي، الانسان بقلبه. ده ربنا عز وجل بيقول ايه؟ الا من اتى الله بقلب سليم.